لكن فيتوريا اللي حط القاعده ربما كان عارف الكلام اللي قاله قبل كده والشيء اللي قبله على نفسه قبل كده، فكان عارف انه لا يحق ليه ان هو يوجه اي شيء لنادي الاهلي، وعشان كده دي كانت تصريحاته قبل مباراه اثيوبيا. نطلع نسمعها. رسول الله صلاح بالنسبه للاعب محمد صلاح صلاح فيرا ديبوش ديست جوغو صلاح هيحضر معنا سيزون مينيا بعد مباراه اثيوبيا، وده قراري انا. Para não se correr riscos, vai ser jogador que vai ter 7 jogos em 23 dias. فعشان ما يبقاش فيه اي مخاطره باللاعب، لان هيكون هو اللاعب الوحيد اللي ادى 7 مباريات خلال 23 يوم. Vai jogar os 90 minutos, com certeza em quase todos eles. فاكيد لعب كل المباريات تقريبا 90 دقيقه. Até o Cano não vai ter paragem. وحتى امم افريقيا برضه مش هيكون في اي توقفات. E havia aqui riscos nesta sobrecarga de jogos. فاحنا عشان ما يبقاش في مخاطره او اي تحميل زياده على البدني بتاع اللاعب. E como conseguimos ter mais soluções no primeiro jogo, entendi que para não correr risco seria melhor o segundo jogo. فطبعا اكيد عشان في حلول متوافره معايا بالنسبه للمباراه الاولى، انا فضلت ان ما خاطرش باللاعب في المباراه الاولى وان احنا ندي له فتره راحه الى المباراه الثانيه. As datas FIFA irá ser de 9 a 17, salvo erro. طبعا في شهر اكتوبر احنا معانا الاجنده الدوليه اللي هي من يوم 9 اكتوبر ليوم 17 اكتوبر. Os jogos, apesar de já haver grande entendimento quais são as equipas que aí vêm. بالنسبه للمباريات احنا دلوقتي الحمد لله في تفاهم كبير على المباريات اللي احنا هنأديها في شهر اكتوبر. Ainda não está confirmado a data exata de cada deles. لسه فيتوريا عارف قبل كده هو وافق على ايه؟ وعارف قبل كده حازم امام ورطه في ايه؟ عشان كده قال في الفتره الجايه انا مصلحه المنتخب عندي قبل مصلحه الانديه، بس قال حاجه برضه متناقضه. قال انا صاحب المسؤوليه وانا صاحب قراري، وانا اللي اديت صلاح الراحه من مباراه اثيوبيا والمشاركه في مباراه تونس. اذا انت هنا كمدرب بتتحمل مسؤوليه كامله، وبالتالي ايضا هو قرارك لم تجبر عليه. وانا مع كل التقدير لمحمد صلاح واللي فعلا دوره كبير جدا 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 في الترويج لكرة القدم المصرية، حتى إن لم يحقق المنتخب نجاحات، ولازم نحط تحتها 100 خط لأن القصة لا تقاس كده فقط. ولكن إذا أنت حطيت اعتبار مصلحة اللاعب على مستوى الراحة عشان مصلحته مع ناديه بعد كده، يبقى هنا بقى النادي اللي عنده بطولة بنفس المقياس هو راحة لاعبيه كانت أهم بكتير جدا. وده شيء لازم نقيمه بموضوعيه، ولازم يتشاف من الزاويه دي، ولازم يتشاف من فكره ان لو انت بتريح صلاح عشان الاهداف ده. وعلى فكره حاجه هقولها الناس تغفلها تمام يا جماعه، النقاط لو بنتكلم عن تصنيف بتاعه كمان مباراه اثيوبيا اكبر من نقاط مباراه تونس. هتيجي البعض الناس تقول لك ايه اصل مباراه اثيوبيا سهله ومباراه تونس كانت صعبه. لا، الكره فيها كل شيء. اذا كنت انت واخد من حس المبدا ان المنتخب يدخل بقوته الضربه في كل المباريات، يبقى انت تعمل حسابك ان وارد يحصل مفاجاه في اي مباراه. واحنا شفنا مع اثيوبيا ايه اللي حصل في وجود كابتن ايهاب جلال، وايضا كانت نتيجه سلبيه. فاذا انت لازم تقيم الامور بان انت لو عندك معيار واحد تحطه على الجميع مش الاهلي بس، لان انا بقولها لكم وافتكروا الكلام ده، الاهلي في اللي جاي لن يقبل ان هو يدفع ضريبه غيره ياخد استثناء منها، لان ده خلاص خلص. وارجعوا لواقعة المنتخب وافتكروا معايا الجملة اللي هقولها دي، السوبر اللي جاي النادي الاهلي مش هيقبل استثناءات تاني، مش هتقبل. خلينا اذكر حضراتكم بحاجة مهمة جدا، لما مدير فني يطلع يقول قبل مباراة اثيوبيا انا المسؤول عن قراري، فما ينفعش تيجي بعد الهزيمة تعلق شماعة على رباعي النادي الاهلي، ما بيخسرش جدا لانك انت قلت المسؤول. تعالى بقى هتلاقي التطابق ده تحديدا، طبعا عكس الكلام اللي قاله بعد مباراه تونس وقال لك المنتخب وناس مستنيين لنا الخساره، والكلام اللي انا بشوفه كلام ساذج جدا وعباره عن اسباب واهيه تداري على فشله في اداره المباراه امام منتخب تونس. لكن تعالى الاهم بالنسبه لي، وهو ان التطابق ده كان مع كابتن حازم امام ايضا قبل النتيجه. انت عارف قبل النتيجه بيقول لنا بحاجه وبعد النتيجه بيقول لنا حاجه. تعالى اسمع كابتن حازم امام عشان عندنا تعقيب مهم جدا قبل مباراه مصر وتونس. فالماتش الزمالك كان رسمي جوه الاجنده الدوليه، واحنا بنلعب ماتشين وديين مش ماتش رسمي، كنا بنلعب ماتشين وديين مع النيجر ومع ليبيريا، ده كان الراجل اول مره يجي اساسا. طب ايه اللي حصل؟ اللعيبه جت المعسكر، الناس الزمالك قال لك عايزهم، لا جبناهم المعسكر، حوالي 4 ولا 5 لعيبه.
لعبوا الماتش الاولاني ومشي اتنين وفضل اتنين، مشي اتنين وفضل اتنين، لعبوا الماتش مع الزمالك لان خلي بالك برضه ان دور ال 64 ده دور فاشل يعني، بس الزمالك ساعتها كان في بدايه السنه وكان القائمه الاولى مشوا فيها لعيبه كتير، فما كانش فيه غير حوالي 14 لعيب منهم خمسه في المنتخب، حتى الماتش ده كان فيه اتنين اجوان احتياطي انه ما عندهمش لعيبه يعني، لو كان هو طبيعي برضه ما كانش حد هيسيبه، ان الماتش مش مستاهل يعني، بس هو ما كانش عنده لعيبه يعني. وانت في الاخر راجل بيشوف هو مش عايز يعمل خناقه، هو يعني انا عايز اكسب اه، بس برضه الناس الانديه الكبيره دي لازم تكسب، فهو ما عندوش مشكله، فعمل كده جاب اتنين مشى اتنين وخلى اتنين ولعبوا الماتش الاولاني الاثنين الاولين ومشوا. طيب مع الاهلي ايه اللي حصل؟ هو كان المعسكر اللي قبليه كنا واخدين 8 او 9 لعيبه من الاهلي، اتكلم مع الراجل قال له انا هاخد نصهم واسيب لك نصهم عشان انت عندك البطوله دي. طيب الاربعه دول ايه اللي هيحصل؟ برضه اتفقنا ان في منهم ناس هتمشي بعد الماتش الاولاني، او هو اتفق الراجل يعني هيمشوا بعد الماتش الاولاني. طيب ما هي نفس اللي بيعمله مع الزمالك هيحصل مع الاهلي، مفيش اي اختلاف في الموضوع يعني، هيجي ناس تلعب الماتش الاولاني وتمشي تروح تلعب الماتش الثاني، يختلف على لعيب واحد هو عبد المنعم، وبنشوف ان هنعمل ايه فيه، لان لو المشكله ان عبد المنعم الحجازي متعور، الونش متعور، وسامه جلال متعور، كل دول اللي كانوا بيلعبوا، هو يعتبر احسن واحد في مصر دلوقتي في مركزه. قال لك عبد المنعم مش عايزه في الماتش الاولاني، يعني عشان الناس تقول لك هو مش عايز عبد المنعم في الماتش الاولاني لانه واخد انذار برضه، فكان هيجيبه الماتش الثاني، فاهم؟ فهي دي الديتيلز بس، لا في حد ضد حد ولا حد، الا زي ما قلت اللي اتعامل مع الزمالك الراجل عايز يعمله مع الاهلي، هيجي يلعبوا ماتش ويمشوا زي ما حصل مع الزمالك، لعبوا ماتش ومشوا بس. ف اولا انت مش عايز تتصادم لا مع الزمالك ولا مع الاهلي، ان هم في الاخر هم السورس الاساسي بتاع منتخب مصر وهم الجمهور اللي بيبقى الكبير اللي في مصر، فالراجل اكيد عايز يساعد، بس هو نفسه كمان عايز يساعد نفسه. بس ده الواقع باختصار شديد، الكابتن حازم امام قرر في دقيقتين اللي اتعامل مع الزمالك هيتعامل مع الاهلي، اللي اتعامل مع الزمالك هيتعامل مع الاهلي. ليه كابتن حازم امام طلع تحديدا بعد الهزيمه امام تونس، لا قبل ما تعرض للصوره دي، ليه تحديدا طلع بعد الهزيمه امام تونس وحاول يشيل النادي الاهلي القصه ومن هنا ورايح الاولويه للمنتخب؟ يا كابتن حازم ده انت بنفسك قبل المباراه قلت اللي بيتعامل هنا بيتعامل هنا، والقصه كان فيها اتفاق بعلم المدير الفني، قلت اتفقنا ورجعت قلت هو اتفق ان في اربع لاعبين هيجوا المعسكر، ثلاثه هيرجعوا، وكانت القصه في عبد المنعم فقط لا غير. لو انت شايف ان غياب عبد المنعم هو اللي ادى لسوء الاداء امام منتخب تونس، احنا داخلين في كارثه، احنا كده ما بنقابلش اخطائنا خالص. النقطه الاهم اللي البعض بيتحدث عنها ان موقف نادي الزمالك كان مختلف، لان المباراه كانت في الفتره التوقف الدولي اللي هي مباراه بطل تشاد. الحقيقه ده قصه لازم اللي يدفع ضربتها الزمالك مش احنا. ليه؟ لان نادي الزمالك هو اللي طلب التاجيل عشان مباراه وديه مع في كاس لوسيل زي ما حضراتكم شايفين، والكاف وافق على ده رسميا، كاف يعد مباراه الزمالك وبطل تشاد بطل دوري افريقيا بسبب كاس لوسيل، يعني ده طلب من نادي الزمالك من اجل مواجهه نادي الهلال السعودي من اجل ان هو يحصد بعض الاموال في هذه المشاركه، فمحدش يجي يدفع ضريبه غير النادي اللي هو اصلا اختار ان هو ياجل المباراه. فالقصة باختصار شديد يا جماعة، طالما انتم مسؤولين وطالما قبل المباراة كان كلامكم واضح، ما ينفعش تيجوا بعد المباراة تشتكوا من غياب لاعبي النادي الأهلي. اعتقد يا أسامة يعني كان الرد واضح، الصورة معانا هنا بالماضي يوافق على طلب الترجي، عشان الناس اللي بتتكلم ايضا عن الاستثناءات هنا مدرب المنتخب جمال بالماضي كان وافق في 2019 على طلب الترجي لانه ما قال لك حارس المرمى لم يتم الوفاء. فاللي احنا بنتكلم فيها يا جماعه ايا كان، احنا مش في حاجه ان احنا ندلل بمنتخبات اخرى، لا كلام علاء نبيل يا فارس مهم جدا، احنا بنوصل رساله كلام كابتن علاء نبيل. طيب لا قوله مهم، لازم نوضح للناس بغض النظر عن استخدام الفيديو كابتن، طبعا لان كابتن علي نبيل طلع اتكلم بوضوح عن الامور الفنيه، بالظبط اتكلم عن الامور الفنيه، واتكلم كمان في اللي احنا قلناه ان فيتوريا عنده كتير جدا من الاسباب الفنيه اللي انت ما ينفعش تختزلها في قصه وجود لاعبين من عدمه. ولكن يا جماعه اللي احنا بنوصله بعيدا عن الفنيات هي قاعده، انت لو حطيت قاعده يستفيد منها نادي تاني فمستحيل النادي الاهلي يحرم منها، لان لن يقبل النادي الاهلي بذلك ابدا. بنشكركم واتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، والنادي الاهلي لو وقع لألف قومه ما بالك المره دي. عايز ابارك لك قبل ما تختم بس، مبروك يزن
يمكن ما باركتش في اول الحلقه، لكن يتربى في عزك يا حبيبي، وربنا يبارك لك فيه وقايله ان شاء الله. ربنا يخليك، ويعني في ميلاد يوم كابتن صالح سليم 11/9 نتمنى ان شاء الله باذن الله ينضم للعائله الاهلاويه. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ويظل النادي الاهلي خط احمر.